السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو شرح الحروف المطبوعة على اللوحات الإلكترونية. مثلا هذه لوحة باور سبلاي أو بوردة باور سبلاي، سوف نشرح هذه الحروف المطبوعة عليها. وهذه الحروف فهي تكون اختصار لكلمات أو جمل، وهذه الجمل تكون باللغة الإنجليزية، عادة تجدونها باللغة الإنجليزية، لأن كما تعلمون اللغة الإنجليزية هي يعني الواردة في هذا الشأن، يعني في أغلب الأحوال أو في أغلب البرد تجدونها مكتوبة باللغة الإنجليزية. إذا نبدأ على بركة الله. سوف نبدأ بأول كلمة أو أول حرف، هنا مكتوب سي إن، وهو اختصار لكلمة كونكتر. هذا عبارة عن كونيكتر، هذا سي ان، وهذا رقمه في البوردة، هذا 91 أو 9101. إذا كما تلاحظون مكتوب هنا اون اوف، وهي اختصار الكلمات يعني إيقاف وتشغيل، وفي المقابل نجد هنا دي اي ام، وهي اختصار لكلمة ديمر. وهذا الديمر معروف بأنه بواسطته نستطيع التحكم في شدة الإضاءات، ليد معين أو لمبة معينة نقوم بخفض الإضاءة، يعني شدة الإضاءة، يعني هذه المسائل، يعني خفض الإضاءة ورفع مستوى الإضاءة، متوسطة أو عالية السطوع أو منخفضة أو معتمة إلى آخره. ف DIM هي اختصار لكلمة ديمر. إذا هاد البين في الكونيكتر، لاحظوا رقم واحد هذا، فهو خاص بعملية الاون والاوف بالباك لايت، بإضاءة الخلفية، الديمر الخاص بالتحكم في شدة إضاءتها، فلهذا مكتوب هنا اون اوف وديمر. هنا مكتوب، لاحظوا مكتوب انسي، وهي اختصار لكلمة نو كونكت، أي غير متصل. إذ قلبنا البوردة من هذه الجهة سوف نلاحظ بأن فعلا أنه يوجد بين غير متصل، لاحظوا ها هي نو كونكت، وهذا هو البين الخاص بها. سوف أعمل فوكس لكي تظهر جيدا، لاحظوا هذا البين هنا غير متصل، ولهذا كتبوا هنا انسي اي نو كونكت. نجد مثلا هنا جي ان دي، وهي اختصار لكلمه جراوند، هذا هو الارضي. لو لاحظنا هنا سوف نجد، لاحظوا اثنان متصل مع الارضي، واثنان اخريين متصلين مع الارضي، كما هو مكتوب هنا اربعه من جي ان دي، اي اربعه البين او اربعه الارجل في في الكونكتر، فهما خاصين بالارضي. نجد هنا مكتوب 12 فولت، يعني موجب 12 فولت، وهنا ايضا موجب 12 فولت. وقبالتها نجد حرف اي، هذا فهو اختصار لكلمه اوديو، اي ان هذا 12 فولت هذه خاصه بدائره الصوت او تغذيه دائره الصوت او اي سي الصوت، هنا اختصار لكلمه اوديو، هنا ا. إذا 12 فولت هنا موجب 12 فولت، يعني تغذية عادية، هنا يعني موجب 5.2 فولت، ليس مكتوب عليها شيء. إذا فيما يخص هذا الباور سبلاي، هذه هي الاختصار لهذ الحروف. الآن سوف نأخذ باور سبلاي أخرى. لقد نسيت هذا البين هنا مكتوب بي اس اون، بي اس هو اختصار لكلمة باور سبلاي، وأون هو تشغيل، أي تشغيل باور سبلاي. هذا البين هنا هو الخاص بتشغيل الباور سبلاي. إذا نأخذ باور سبلاي أخرى، هذه باور سبلاي لتلفزيون ال سي دي من نوع سامسونج. سوف أشرح لكم يعني كيفية معرفة مخارج هذا الباور سبلاي، أي الجهود التي تخرج هذا الباور سبلاي سوف نعرفها يعني جميعها بدون حاجتنا إلى المالتيمتر، فكل شيء موضح ومكتوب هنا. وهذه المسائل أصدقائي علينا يعني من الجيد معرفتها، ضروري أن نعرف هذه المسائل هنا. كما تلاحظون هنا هذا الجدول فهو خاص يعني ب
جميع الجهود التي تخرج هذا الباور سبلاي. مكتوب هنا لاحظوا سي ان وهو اختصار لكلمة كونيكتر، وهنا مكتوب ام، سوف اشرح لكم يعني لما مكتوب هنا هذا الحرف ام وهو اختصار لجملة وكلمة سوف تعرفها فتابعوا. اذا هنا مكتوب اوتبوت يعني المخارج الخروج، وهنا فولتيج الجهود، هنا 5.3 فولت، وهنا التيار كورو الامبير، هنا 1.8 امبير اي 5.3 فولت بتيار 1.8 امبير، هنا 13 فولت 1.7 امبير، وهنا 650 فولت وهي تيار متردد. لاحظوا هذا الرمز يدل على التيار المتردد، هذا هو التيار المستمر. لاحظوا يكون خط هنا متصل ومن تحته لاحظوا خطوط خط متقطع، فهذا يعني التيار المستمر، اما هذا الرمز فهو للتيار المتردد. اذا هنا مكتوب سي ان هي اختصار لكلمه كونيكتر، كونيكتر رقمه في البوردة 810، اذا هذا الكونيكتر خاص ب 650 فولت بقيمة 100 ملي أمبير، وهو خاص بالإضاءة بإضاءة الخلفية. لاحظوا هنا كونيكتر وهنا حرف L 810، لاحظوا هذا هو الكونيكتر 810 وهو خاص بإضاءة الخلفية. إذا كما لاحظتم مكتوب هنا حرف L قبالة سي ان، هاد ال فهو اختصار لكلمة لايت، اذا هذا كونيكتر خاص بالاضاءة، لايت بالانجليزية تعني الاضاءة، اذا كونيكتر 810 فهو خاص بالاضاءة، كونيكتر لايت. اذا هنا مكتوب ايضا كونيكتر اختصار لكلمة كونيكتر وقبالتها ام، هاد ام هي اختصار لكلمة مين، مان بورد اي اللوحة الرئيسية أي المذر بورد. رأيتم؟ يعني هذه الحروف المكتوبة هنا ليست مكتوبة هكذا عشوائيا، فهي تدل على شيء. إذا كونيكتر مين بورد، إذا رقمه في البوردة هو 802. إذا لو بحثنا هنا سوف نجد كونيكتر الخاص بالمين بورد أو المذر بورد أو اللوحة الرئيسية. لاحظوا هو 802 كونيكتر مين بورد 802 كما هو مكتوب هنا. اذا هذا الجدول ننتبه له جيدا فهو يوضح كل شيء. لاحظوا وللإشارة هذا الحروف وكل ما هو مكتوب هنا فهو يساعدنا في اكتشاف الأعطال. وللإشارة ليس كل اللوحات او كل الأجهزة تجدون يعني مكتوب فيها يعني كل شيء مبين بهذا الشكل، فيوجد أجهزة الباور سبلاي أو اللوحات لها ليس مكتوب فيها أو موضح فيها هذا المسائل. هذا الحروف وهذا المسائل نجدها فقط في التلفزيونات ذات ماركة عالمية ويكون اسمها يعني له وزن، كمثلا سامسونج، ال جي، سوني، هاد الماركات العالمية دائما نجد بأن المصنع يضع جدول مثل هذا ويضع يعني كتابات وتوضيحات في البوردة، بعكس يعني باور سبلاي أو أجهزة أخرى كمثلا لدينا هنا هاد الباور سبلاي فهي يعني من شركة فيستل. لاحظوا مكتوب هنا فيستل، لو دققنا لن نجد يعني موضحين فيه يعني كل هاد المسائل، بحيث يعني كل بين في هذا الكونيكتر نجده يعني مكتوب فيه كما رأينا في باور سبلاي سامسونج وإلى آخره. فكما تلاحظون لن نجد يعني مكتوب شيء في هذا الكونيكتر، وحتى يعني في الباور سبلاي ككل لو بحثنا لن نجد يعني جدول أو شيء يعطينا كم تخرج هذا الباور سبلاي من الجهود وكم يعني من الامبير الى اخره. رأيتم الفرق؟ بعكس يعني الماركات العالمية مثل سامسونج، مثل ال جي، مثل فيليبس، مثل نجد يعني مكتوب فيها كمثلا هذا الباور سبلاي
هذه باور سبلاي لتلفزيون سامسونج، مكتوب فيه كاع جميع الامور. ناخذ مثلا باور سبلاي تلفاز اخر، مثلا لدينا هنا باور سبلاي لتلفزيون سامسونج ايضا، لاحظوا مكتوب فيه حتى هو كل شيء واضح ومبين. رأيتم هذه الكتابات هذه. ناخذ مثلا باور سبلاي اخرى، هذه لتلفزيون ال جي بلازما، لو دققنا فيها ايضا سوف نجدها ايضا تحتوي على جدول او حروف تبين. لاحظوا اذا اصدقائي هذا فقط الجزء الاول من هذا الموضوع. فيوجد يعني حروف عديدة ويوجد عبارات عديدة وكثيرة، سوف نتطرق إليها في فيديوهات وفي حلقات مقبلة إن شاء الله. إذا أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.